تلفزيونية ترفيهية التي لا تمت بصلة لمهنة المحاماة، تصفية حسابات بين أطراف وإفشاء أسرار بعضهم البعض تحت غطاء ما يسمونه بالتصريح الصحفي، هي بعض سلوكيات أصحاب الجبة السوداء التي استلزمت إبراق تعليمة عن نقابة محامين تقضي بمنع التصريح الصحفي إلا بموافقة النقيب. بكل الأسف في الفترة الأخيرة نلاحظ بأن الكثير من المحامين يلجأون لوسائل الإعلام في مواضيع لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالمجتمع، ولكن يشاركون في حصص تلفزيونية فيها حتى نوع من أحيانا حصص ترفيهية لا علاقة لها لا بالقانون، وبالتالي يقدمون صورة مشوهة عن المحامي. القرار الذي صدر عن نقابة العاصمة ما هو إلا خطوة أولى ستلتزم بها النقابة الأخرى على المستوى الوطني لضبط تصريحات المحامي التي قد تكون لها خلفيات. من المفروض الصراعات الداخلية، يعني حتى إذا كان هناك وقعت مشاكل على مستوى النقابات، من المفروض حل في إطار ضمن الأطر الهيكلية المنظمة لمهنة المحاماة، يعني اللجوء للصحافة فيه نوع من المبالغة والخروج على التقارير، لأن قلت لك بأن المحاماة هي مهنة نبيلة لها أعراف لها تقاليد يجب أن تكون يعني صورتها أمام المجتمع من أرقى الصور، لأنه المحامي هو مدافع عن القانون، مدافع عن الحق، مدافع عن العدالة، وبالتالي يجب أن يعطي صورة تشرفه وتشرف مهنته. إذن ومن الآن فصاعدا أصحاب الجبة السوداء سيلتزمون أمام الصحافة بالتصريحات المقيدة التي تمليها عليهم النقابة دون غيرها، فماذا سيكون موقف المحامي من قرار كهذا؟